السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لنا بزاف على هذا التاخر اللي كان ماشي بيدينا، وهذا التعطل اللي صراحه تعطلنا عليكم، اللي كانوا عندنا كنا في وسط واحد المشاكل اللي ما درنا لها لا يد لا حيله، في وسط واحد المشاكل اللي كانوا كبار علينا. شكرا لكم كاملين على الميساجات اللي كتسولوا فينا، شكرا للناس اللي كانوا في انستغرام، ونهار اللي خرج داك الخرجه اللي كانت طائره ديال في انستغرام، وكل شيء بغيتوا تساندوا لي، وكل شيء بغيتوا توقفوا معايا، شكرا لكم كاملين. الغبره ديالنا ما كانش عليها اختيار، وما كنتش انا باغا نغبر عليكم. كان عندنا مشاكل اللي هما بصح كبيره، كانوا عندنا مشاكل اللي قاصحين بزاف، اللي صراحه دازت علينا خوف وخلعه وبزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله مادام انه كاين الامن الوطني في مدينه تازه. شكرا للفرقه الوطنيه لمكافحه المخدرات، شكرا للناس اللي في لابي جي كاملين، شكرا للناس ديال لابي جي كاملين، البوليس لابي جي بدون استثناء، وشكرا الكبيره بزاف لسعاده البريفي اللي كان عندنا في مدينه تازه، اللي صراحه اقسم بالله الى مدينه تازه وليت كنشوف الامن في مدينه تازه خدام. شكرا للشاف ديال لابي جي، حتى هو كيقولوا له الشاف الشاف ديال لابي جي حتى هو الله. انا شوفوا انا 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 صراحه الكوميساريه ولا الكوميساريه ولا المحكمه ولا راه كنت كنوقف على ود لاكارت ناسيونال، راه هادشي غريب عليا وهادشي راه بعيد عليا. انا لدرجه اني كنشوف غير بوليسي راه كنخاف كنتخلع. فتحيه لهم من هنا اللي بينوا لنا على كاين الامن وكاينه خدمه، وفي لابي جي كاينه خدمه، وما كيديوش الناس ظلما وعدوانا الا وكاينه شي حاجه. غنقول لكم حميد باش هو غادي يفهمكم كل شيء. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ مزيان. دابا هذاك المشكل اللي كان واقع لي الخوت، شكون اللي دايروا لي انا؟ ماشي دايرين علي المخزن ولا عندك شي دايروا لي بزناز واحد كيجيو كيبيعوا دابا شي وحدين لا علاقه لهم حتى بتنين، كيجيو كيبيعوا كيبغيو يدبروا على راسهم كدا هادي، واللي كيبيعوا له كيقولوا له ملي طيح قول فلان قول فلان، راه حتى البوليس عارف. لا واحد قال له واحد منين تبغيني اجي سول عليا، انا راني حميد حميد. ومني سولته كي داير هذا قال لي قصيور، هو قصيور كيعطيو حتى السميه ديالي وضعيف. كل اللي داير هاد الفتنه كامله دايرينها بزناز. انا غنفهمكم باش تفهموا شنو المشكل اللي كان عندنا. المشكل اللي كان عندنا هو انه كان واحد السيد ما كيعرفش حميد، ما كيعرفنيش كاع، ما عمرو شافو ما عمرو عرفو. عض فيه، حنا هاد العضه مازال عندنا غير في مدينه تازه، ما كاينينش في المدن الاخرين، باقي هاد العضه عندنا في مدينه تازه. انه نتايا عندك حساب معايا غتجي تعض فيا ظلما وعدوانا، ولكن كيعضوا فيك واخا كيعضوا فيك كيبينوا. ولكن واخا غتعض فيا راه كاين مخزن خادم، وكاين مخزن قاضي غرض، وكاين مخزن اللي كيخدم بضمير، كيخدم بعقل، كيخدم بضمير انساني ومهني. فعضوا في حميد، وهذاك الدري هذاك شدوا عنده الكيف وعد في حميد على اصل حميد ما عمره ما تعرف لا بكيف، ما عمره ما قاس بكيف. ايامات اللي كان حميد كيطير مع الطيور كي كنقولوا حنايا، كان معروف بالشراب، واه كان عنده سوابق عاديه على الشراب. عندي انا المشاكل مع جوج البزنازه، ولكن ما دايرين لياش. ولكن انا ما نكذبش عليكم، نهار اللي سقنا الخبر على جا داك السيد وقال له راه حقه ما حقه راه عطينا وهادي وهادي وداك العضه، فما نكذبش عليكم انا خرجت بواحد الخرجه اللي في عاليه، اللي كنت ما نكذبش عليكم كنت باغا نطلع للنيابه، كنت باغا بقوه داك الحقره اللي تحقرت كنت باغا ندير اي حاجه. تواصلوا معايا الصحافه الله يشكر الله يحفظهم حتى هما، هذوك راه كيف يقولوا السلطه الرابعه اللي هما الصحافه، تواصلوا معايا. ولكن الحمد لله خداو لي حقي، لابي جي خدات لنا حق راجلي اللي تشد داك الدري، وفي اعترف براسو فمو انه ما كيعرفش هاد الدري، ما كيعرفوش نهائيا اعترف. فكانوا عندي دلائل انا اللي هما اللي زادوا برؤوا راجلي، حيت ما نكذبش عليكم انا في الاول خفت ودرت بزاف ديال الاحتياطات ديالي. منين مشينا عندها بعدا عند داك الدري فكيعترف فمو، كيقول لك انا ما كنعرفهمش، ما كنعرفش حميد، ما كنعرفوش كي داير، ما عمرني ما شريت عليه، وهو اعترف. راوغ غزا البوليس، واه راوغ البوليس، وبالتالي عاوتاني جا دار مراوغات، واه وهادشي كامل. دابا البزناز دابا هادو الليله اخر دابا كيحدوك سمو، كتسلم على شي بوليسي ولا كتهضر مع شي بوليسي سمو كيقول راه برقاك ديالو ولا شي حاجه هكدا كيبدا. واش دابا البوليسي على عرض الله يعين البوليسي ولا حتى البريفي، حتى البريفي بيدو، واش ما من حقوش يتاكد يهضر مع شي واحد ويتاكد؟ واش ما كيهضروش مع الشعب؟
راه ما يمكنش واش غير واقف فين كاينه هذه فين واش البوليسي ما يهضرش مع السيد وفرضوا جارو نفرضوا كيجي من عائله نفرضوا بزاف د الحوايج هذا الشيء كامل مالينا جوج البزنازه في هاد التازه هاد التازه باقي طلع الدار غير هاد التازه كيجي وكيبداو غير البزنازه هاك شدوك عض في بلال بالعربيه كاينين حتى شي وحدين عينه وكاين حتى شي وحدين كاين حتى شي وحدين كيجيو كيعطيهم الفلوس ما عنده الحساب مع بنادم سير عض لي فلان حيت انت ما غاديش تدخل الحبس انا كنطالب بحاجه وحده كنطالب بحاجه وحده هو هذاك اللي غادي يعضوا المنوع ودوانان وكيتتبع بانه كاينه الدليل ديال انه هذا السيد بريء من داك التهمه اللي تهمتي انت يهبط في البلاصه باش يتعلموا انه ما كاينش هادشي ديال العضان بينك وبينه حساب اجي فارس سير اسيدي التجا للمخزن التجا اسيدي للمخزن انا عندي وياك انا وياك واحد المشكل غلتجا اسيدي لعند المخزن حيت راه كاين مخزن باقي كيخدم بضمير ما غاديش كاين ودابا البوليس هادو انا نهار اللي التجا هو الدكاكه راه المخزن خصكم تعرفوا راه كيقرا وعلم الناس كيقرا راه عينيك الا حركتيهم كيعرفوا شنو حركتي وشنو تحت راسك شو كيعرفوا شنو تحت راسك كيعرفوه فانا الحمد لله ما نكذبش عليكم جاتني البكيه انا نهار اللي وصلت لابيجي كنت واخده واحد النظره اللي مخلوعه وخايفه وكنقول يقدر راجلي يهبطوه دولمان حيت هذيك راه يقدر يمشي ولكن سعاده البريفي والشاب لابيجي والناس اللي كانوا شادين الدوسي ديالو نتاع مكافحه المخدرات الله يرحم ليهم الوالدين خدموا وخصكم تعرفوا داروا بحث راه هنا اللي كيبيع راه كيعرفوا اللي ما كيبيع اللي كيدير شي حاجه راه كيعرفوا هذاك كيدير الشباب راه كيعرفوا هذاك كيدير كذا راه كيعرفوا راه عارفين كل واحد فاش كيقول راه كيعرفوا حتى هذوك اللي كيصيفطوا الميساجات وهميا وكيصيفطهم بلا كارتو كيقرطوهم فلان راه كيدير كيبغيو كينوضوا كذا راه كلشي راه كيعرفوه المهم دابا ما يمكنش باش دوز انت دوز على واحد قرا حياته كامله وهو كيقرا كيقرا باش كيعرف شنو واقع في المدينه راه ماشي غتشوف راه شتي بوليسي عادي ديال الصمته راه بوليسي عادي تسمط راه عارف راسك شنو تحتو راه ما تدوخوش وما غاديش تقضي عليه بكذبه وهميه هما خدامين راه خدامين هاد البزنازه هما خدامين وكيديروا كيديروا الفتنه هنايا بالعاني كيديروها باش خصهم كذا يكاليو على راسهم شي حوايج كذا علاش حتى حنا ما نديروش هاد القضيه ديال حنا كنخافوا انا ما نقدرش راجلي ولا انا نعس وانا ظالمه واحد الانسان وما داير حتى حاجه ونمشي نعس والله سيدي ما كيخافوا من الله والله ما كيخافوا انت نعس وانا ضارمه واحد حتى انا نمشي نشد واحد ونعطيه الفلوس ونقول له عد فلان وما نقدروش عندنا وليداتنا كنخافوا على وليداتنا ما نقدروش ما كيعقلوا شي ساعه على ولادهم شي واحد بعدا واحد بزناز ابار داك بزناز وما كيعقل شي ساعه على ولادو يعني ماشي يعقل على حميميده ولا يعقل على البنيته شو معيب عندي معاك واحد المشكل انا غادي نجي عندك نقصدك قال لي قصد البير تشرب عندي معاك واحد المشكل نقصدك ما غاديش نخلص عباد الله ونصيفطهم يعضوا فيك ظلما وعدوانا ويديوك المخزن ودابا كون ما كانوش كون ما طحناش كون ما طحناش فرقه اللي كتخدم بضمير وكتخدم بعقل وكتخدم ببحث يعني راه ماشي غير جاو وطلقوا حميد راه كاين بحث وكاين حيت عارفين انت زعما واحد المدينه قد بواطا ديال الطونش على العافيه اللي هي ساقلك خبار شكون دارتيها مثالي لا بعدا داك الشيء هذا الفيديو ما غادي يدخلوا بعدا غادي يدخلوا هما وغادي يبداو بشي ميساجات وكاين اللي ما كيهمنيش انا اللي كتب لي كومونتير غادي نديه للشرطه الفضائيه اسمع ونجبد دمك غادي نجبدك وغادي نعرفك انت اللي كدير تصيفط الميساجات الكدادي وهميين خرج خرج بتصويرتك وخرج هكا فاس وقول لهم انا كنعرف داك السيد كيدير موسخ وكيدير راجل كون راجل ماشي بمهمين الموسخ فوكونت ولا كون راجل وبان السيد راه شوف راه جلالة الملك والسي الحموشي وجلالة الملك نصره الله والسي الحموشي كيقول انه اللي شاف شي حاجه ممكن اللي شتي شي حاجه سير اسيدي المخزن راه باس وجهني واصور ما يجيبني كذا ما سيزدا تا 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 راك باش انت كتكالي على راسك وكتبدا تلصق كذا تتلهي تلهي له راه ما كيتلهاش البوليس انا ما كنتش واخا كتبدا تمشي لعند الدائره وكتبدا تهضر راه ما كيتلهاوش وراه ما كيدوخوش راه غير كيدير خاطرك ولكن راه عارفين شنو كتهضر المسخ انا ما نكذبش عليكم انا على راجلي راني مستعده نطلع الباب ديال القصر ونجلس حباب القصر ونجلس الظلم ما كنبغيش امن عندنا هنايا في الاخر هنايا كلشي كيعرفوه الظلم ما كنبغيش علاش انا عرفت كون عطاوه شي تهمه اللي انا عارفه راجلي عنده مثلا سوابق صرت لك
واش بنادم ما عمرو ما قاش داك الشيء؟ بنادم باغي يلصق له مونتيف، ما خاف على راسه، ما خاف على ولاد. واش صحبت لك هذا غيدخل الحبس؟ واش صحبت لك هذا غيدخل الحبس كاع نفرضوا، وكون ما كانش سي بريفي وسي شاد لابي جي اللي كاينين في لابي جي كاملين، واش كون ما كانش ما كاينش كاع هادو نفرضوا مشى راجل يدور مع عدوانا وما خدموش؟ وصحبت لك انا غنسكت، وصحبت لك انا غنجلس، ورا خلى موراه راجل، وراني راجل بمية كلمة، ورا ما انا ما كنهضرش من فراغ، انا راني راجل، ما غنسكتش على حق راجلي، راه ما غنسكتش، راه هو حق الله العظيم ما غنسكت، راه ما عرفت شنو غندير، راه ما تضحك لكمش راه خلاني وليا، انا غتشوفني ديما غاطي في طوموبيلتي بوحدي تي خاطيني بنادم، ولكن راه قال لك سير على واد السكوتي ولا دوز، سير على واد الهرهوري ولا دوز على واد السكوتي، انا ما غنسكتش على راجلي، حيت انا عارفه راجلي. انا كيف كيبيع يشري وإلا شدوه علاش لا؟ وعلاش فلان؟ وعلاش فلان؟ واش جيب لنا الدليل؟ جيب لنا الدليل، جيب لنا الدليل. ميمكنش ميمكنش البنات، جيب لنا الدليل، جيب لنا الدليل. ساعد نجيب دليل، دليل، ودليل بان بوجهك، دليل بان بوجهك. واش لدرجه انه حامد داك النهار بغيت يضرب واحد؟ علاش؟ علاش جال عندي قال لي وديك دابا باغي وباغي شي حاجه وبغى حميد يضربو، قال له واش صافي حميد زعر كاع، قال لي واش انا صافي يعني حميد خرج من الوسخ وبغاو يردوه للوسخ اختصار. حميد الوسخ خوا منه وبغاو، الحمد لله انا خدامين على راسنا وهو خدام على راسه، راه الباركينغات كلهم عارفين شنو خدام حميد، نساريكم على الباركينغات كاملين تازا كلها، ما محتاجينش لداك الشيء، ما محتاجينش ليه. دير اللي عندي، دير اللي عندي، تقلص دير اللي عندي اللي شايف عليا، علاش كتقلب شي حاجه ما عندوش كيعرفوا كان موسخ ابار داك اللي ما حتى هو كيدير بزاف. المهم انت راك عارفني علاش كنهضر، داير هاد الفيديو راك عارفني وعارفني كنهضر عليك كان موسخ. سير قابلي عائلتك كان موسخ. دابا انا ماشي سوقنا لا في عائلته ولا ماشي عائلته حنايا، قابل غير ولادك كان موسخ. انا اللي قابل قابل ربي ميسرها له هاد السيد هذا، ربي ميسرها له غير باش تكون عارف نتايا. قلتي لينا ما تبغيش لي خطي عليا مراتي، ربي ميسرها له، الله يخلي لنا الامن ديالنا، راه عارفين كل شيء راه عارفين المراه شنو كدير. انا خدام على راسي، شكون تعرف واحد الحاجه اول مره انا اعلن عليها؟ ماشي بحالك انت، الا ما بيعتيش الا ما خروتيش راك ما تعيش. لاول مره غنعلن على هذا الخبر هذا حصري في هذا الفيديو، واخا كنت باغا نعلن عليها بطريقه اخرى. انا درت براند ديالي الحمد لله خدامه بها، الحمد لله درت براند ديالي، انا راسي شهور وانا كنقرا الاي كوميرس، انا ماشي جالسه وراسي خاوي، انا راسي عامر خدامه على راسي، درت براند ديالي ديال ماسك وشامبوان خدامه، شنو هي ديك اللعبه ديال خدامه قاضيه غرض؟ دابا تشوفني غدا بعدا تشوفني درت شي حوايج ما وكاين الحمد لله ميريكان، الله يخلف على ميريكان، راجلي جلس حدايا انا كنقول له حتى داك الباركينغات ما تخدمش فيهم اسيدي، اجلس جلس اجي سيدي غي انا وياك نخدموا. ماشي بحالكم انتم بجوج، الا ما خروتوش وإلا ما جبتوش هذا مخزن كتبداو كتحفروا على المخزن وكتحفروا على كذا وتحفروا على هذا على بزنا وتحفروا على كذا وتحفروا على هذا اللي ما كتحفروا على كلش. وبالتالي منين تسالى لكم حيت حميد الا كيوقفوا معاه البوليس ولا كيوقف معاه المخزن ولا حيت عارفينو راجل، عارفينو راجل كيوقفوا معاه اخويا صدقا خاطئ، عارفين حميد شنو كيسوى، عارفين حميد راجل ماشي برقاق، خصك تفهم البوليس راه ما يوقفش مع البرقاق. واش خصك تفهم انه البوليسي ما يرضاش، البوليسي ما يرضاش يوقف مع بزناز، مع بزناز ولا مع برقاق، هادو جوج ما يقدرش، ما يقدرش يوقف معاهم بوليسي حيت عنده واحد البيدله وطنيه وعنده واحد ها الطبانه، عنده واحد البيدله وطنيه وعنده واحد اللبسه اللي مقدسه، واش فهمتوا؟ راه مقدسين البيدله ديالهم ومقدسين الخدمه ديالهم، فما يقدرش. فتحيه للامن الوطني ديال مدينه تازه بدون قدم داك الشيء، قدم داك الشيء بدون اختصار. علاش كت تحيه تحيه للامن الوطني بدون اختصار، الله يخلي لنا المخزن، وتحيه للسي بريفي، وتحيه للشاب لابيجي، تحيه للناس لابيجي كاملين كاملين، تحيه للامن بدون اختصار. الامن الوطني راه العين والنظره ديال جلاله الملك، راه علم النفس، راه مقارنه كيعرفوك السي كره القدم، كيعرفوك شنو كدير بالليل شنو كدير. راه جلاله الملك ما جاش عطاهم خدمه، عطاهم داك البيدله الوطنيه الا وكانوا قراو وحفوا راسهم وقراو علم النفس
وخدموا على راسهم عاد باش عطاهم الثقه ديالو، حيت هذيك الثقه ديال جلاله الملك نصره الله، الله يحفظه لنا والله يخليه لنا. وشكرا بزاف 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 للامن الوطني بدون اختصار، الله يحفظكم. وعاش الملك، وعاش الملك، واللي حفر اللي حفر اللي حفر ودار شيتوهما ظلما وعدوانا الحميد، انا لكم بالمرصاد، حيت انا ماشي ما خاطيني، ما كان انا راه قلت لكم الكوميساريه اقسم بالله ما كنمشي لهاي ما عدا صوب لاكارت. دابا راه قربت لي لاكارت، ما كنخاف من الكوميساريه، كنحترم دوك الناس اللي في الكوميساريه، كنكلهم كل حب واحترام. هذوك والله ما كيديروا شي حاجه، كنكلهم كل حب واحترام، عندهم واحد الهيبه خاصه دوك الناس، فما غاديش نجيو حنايا وكنقول واحد مع احتراماتي ليهم بيتقوه، راه ما كيتبيطقوش دوك الناس، ما كيتبيطقوش دوك الناس، راه ها وقارين وغير شوف شنو ولا كيبدا يصرد بنادم كيبغي يدير لي العداوه مع البوليس، وراه كيوريو التصويره ديالك للبوليس، هو كيبدا يصرد لي شي وحدين راه كيوريو التصويره ديالك، واش كاين شي بوليسي اللي كيوري التصويره ديالي انا اللي انا مالي اخطر المجرمين، انا مالي انا هو داك بوطريق ولا كيسميتو، لا سوري التصويره ديالي انا، علاش غادي يوري التصويره ديالي؟ قال لك اسيدي باش تفهموا، حيت دابا حميد مع داك الشيء في قلبه ما كيفهمكوش الموضوع شنو هو. كيجي واحد عنده كيقول له شوف راه حقا في الدائره الفلانيه، الدائره الفلانيه راه حقا باغيه فيك الخدمه، راه حقا كتجبد حتى هي تصويرتك، حقا كتوري واش هذا اللي كيبيع، كتوري الفلان وكتقول له عد فلان، فما يمكنش هذاك راه سميتو، راه ما كاينش صاف العراق، سمعني سمعني، هذا الشيء راه ما كيديروش حتى البوليس ديال العراق ولا ديال الاخر، تجي تجبد نتايا التصويره ديال بنادم كذا، راه ما كايناش هذا الشيء، يخلي عندك اسي تاتا راه كيعرفوك، راه كيعرفوك تشرب، عندك مشكل مع هاد السيد، انا ما دير لي عداوه ولا مع البوليس، ما كندير اللي كيدير شي حاجه راه كي عارف راسو. ما نكذبش عليكم، وحق الله زاد ثقتي كبيره في هاد المدينه وفي هاد الامن ديال هاد المدينه، الحمد لله، وليت كندخل حق الله داك الايام اللي كان عندنا مشكل، الى خاطري تفاجا مني شفت الناس خدامين بضمير، ولا بي جي كامله خدامه بضمير، لا بي جي كامله. شوفوا راه ما غنقولكمش واحد ولا جوج وثلاثه، راه كاع اللي شفتهم انا في تما راه خدامين بضمير وخدامين بمهنيه، ولا الناس لا باك ولا الناس ديال الخدمه. هذوك هما اللي كيديروا لهم الشوهه وكيديروا لهم كذا، راه فلان كيدير كذا وكيبداو يتوقوا بهم داك كيفاش ودي، هذوك هما اللي كيشوفوا مساك اللي كيحدهم خدامين وكذا، وهذا واه كيتوقوا بهم الخدمه، يعني شي اوديو مزور كذا تي 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 اسيس بجيزه. لا ما شوفوا خصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه واخا تعيا ما تزوق في الهضره، واخا تعيا راه كل واحد باين على وجهه، باين على حقيقته، باين اصله، كل واحد عنده بلاكه مورا ظهره راه خدامه عليه. انا راه ما يحتاج حتى شي واحد يهضر عليا، لحقاش راجل راجلي راجل وانا معاه مرا، ومنين يدخل راجل راه كيعاينوا برا غير باش نكونوا راجلين، انت اللي راجل وراك مرا، انا راجل كتعرفك، نقدر ندير اي حاجه، والحمد لله تواصلوا معايا ناس اللي بصح ناس كبار، طايق في راسك كبار، ناس كبار وقالوا لي انا معاك، وهذاك كيكفيني فخرا ليا، ناس كبار تواصلوا معايا على انهم معايا، فهذاك فخر، هذا كامله عارفه اللي مرضين مرضهم باش مرضهم ما نعرف، اجي نمشي ندورك نوريك فين كنخدم وشنو كندير، خدام على راسو، اجي نمشي ندورك الديب هو ابار الديب، انا نمشي نديك معايا الواد عاملين خدام، حابسه دابا الخدمه تما كذا، الله يكثر خير من الخلاص ديالي كيوصلني، خدام الحمد لله، الرخامات ولا في اي حاجه، شنو باغي انت؟ السي عاش راك مريض، هذا ما كان البنات، الله يخلي لنا وهذا هو، الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا السي الحموجي، والله يطول في عمر سيدنا، وانت ماك ترطق، هذا هو سبب الغياب ديالنا، وحنا كان حنا تراب الرجلين ديال الامن الوطني، وحنا ترابهم، وحنا تراب الرجلين ديال سيدنا، وحنا فداه لسيدنا باي حاجه، ولا للظلم، راه سيدنا كيقول شعبيه العزيز، يكفيني شعبيه العزيز، حنا عزاز عليه، فحنا يا وليداتو وموراه الى معتبين. هذا ما كان البنات، تهلاو في راسكم، وهذا هو السبب ديال الغياب ديالنا، وانتظرونا في فيديوهات جداد، سيري بحالك، انتظرونا في فيديوهات جداد ان شاء الله يا ربي، وكي قال حميد جد تيم مانيفيك، والخدمه والجد، ومازال تشوفوا بزاف الحوايج زوينين من هنا لقدام، باي باي عليكم.